السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مجرم وخلوق؟ وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا. أهلا جوني. أخبارك إيه؟ الحمد لله. شوف يا راجل. تفضل تفضل اقعد. اقعد فين أنا؟ تفضل نورتنا تفضل. هجيب لكم حاجة نشربوها. بنت. عامل إيه يا جوني؟ الحمد لله. أمتك حكت لي عنك كتير. باه وأنا كماني حكت لي عنك كتير ياما تو ماتش. أنا عندي سؤال محيرني. إحنا كنا واقفين قصاد الباب، أنت كيف نزلت من جوا الدوار كيف؟ أصلا أنا ما متعودش أخش البيوت من بابها، دي يعني سمة خاصة بشخصيتي. أيوة بس دي صفة هدت كل الصفات اللي فاتت. Oh my god! فين الخاتم بتاعي؟ Where is my ring? حفني! ما بلاها هزار يا حفني! رجع الخاتم لجوني ده الغالي. معليش معليش يا عم جوني، عندك حق انت تؤمري. جوني مؤاخذة خاتم اتفضل. أصل الحقيقة يا جوني وأنا جاي علشان أتقدم للكبيرة وأخطبها، فانا يعني كنت متوتر شوي فقلت اعدي كده على اي حته اضرب حجرين وبعدين اجي بقى، بس يعني مش قصدي والله، ما يعني ما ميزتش تقوم تقلبني. عيب الكلام ده، اقلبك ايه؟ بعيد الشر عليا عشان اصغر عشان تقول الكلام ده. انا كل الحكايه السرقه بالنسبه لي عاده، لازم نقول كده هوايه يعني. أكيد فاهمك طبعاً يا بوي، فاهمك. تعرف ليه؟ yeah. عشان إحنا فينا حاجة من بعضينا، عتاولة وعلاولة وغانغسترز. باين عليك يا جني، باين عليك. معلوم. اتفضل اتفضل يا ريس حفني. إيه الهبل؟ أنت غبية ولا هتيرة؟ فين تقلعنا وعاداتنا فين؟ من أنت بنشرب شاي في مناسبة زي دي؟ نشرب شربات. الكبيرة هي اللي قالت لي. صح، حفني بيحب الشاي. كم معلقة اهدى، فين السكري؟ فين المعلقة؟ فين الشاي؟ فين الصينية؟ ايه ده؟ يا حفني، ما قلنا بلاش هزار يا حفني. ما كفاكش سرقتك لقلبي؟ انت اللي سرقت قلبي. يا ريش يا جماعة، يعني سكر يعني. او هلا حد شرب حاجه؟ لا مؤاخذه يا جماعه ما تاخذونيش، يعني دي عاده المفروض نبطلوها. امال انا هتجوز ليه؟ عشان التزم. لا اشك اصل انا فاهم كويس، ما انا زيك طول عمري بسرق، بس قررت بالعزيمه بتاعتي اني اغير كارير، ابطل اسرق وابدا انهب. ايه لا باين عليك انت، لا باين عليك يا جوني. ها منور. انت اللي منور. منور يا وكلت ناسك. واه كلت ايه؟ ايه اللي بتقوله ده؟ مش انتوا بتقولوا لبعض كده هنا؟ اسمها يا واكل ناسك. واكل ناسك؟ واصلا ده شتيمة اصلا.